نطالب بحقوقنا، انه احنا صار لنا 4 سنوات منسبين بهاي الدائره، وهسه يريدون يلغون تنسيبنا على اي اساس ما اعرف، بحجه انه الاعداد هوايه. صار لنا تقريبا 4 إلى 3 سنوات انه حتى صارت هي سنتين انه احنا نداوم بلا راتب. فليش يعني هذا حق من حقوقنا انه احنا هنا نثبت على دائره الضمان، وهذا اقل شيء، ليش يجي غيرنا هنا يثبت ويداوم وانه احنا صار لنا هوايه بهذا المكان، وهوايه هنا موظفين وعوائل همينه، يعني مو بس هيجي وراتب ما عندهم؟ يعني ما اعرف على اي اساس هم ياخذون هيجي قرارات وبسرعة انه بدون راتب عادي والغاء تنسيب بسرعة يسوها، بس تثبيت وحقوقنا لا يتساهلون بيها. نشكر قناة المربد الحضور الى دائرة الضمان، احنا موظفين دائرة الضمان الاجتماعي منسبين من هيئة الاحتياجات، صار لنا بهاي الدائرة تقريبا حوالي 4 سنوات، تمام. نطالب سيادة وزير العمل احمد الاسدي ان شاء الله بالموافقة ونقلنا على ملاك هيئة الضمان الاجتماعي. عملنا بهاي الدائرة تقريبا بأيام الكورونا بدون راتب وبدون أي مخصصات. أنا هاي الدائرة فقط نستلم اليوم فقط الراتب الاسمي والمخصصات الزوجية بدون باقي أي مخصصات. احنا اليوم نطالب بحقنا واللي هو النقل على وزارة العمل، اوكي. احنا عملنا تقريبا 4 سنوات، احنا هاي الموظفين اللي قاعدة تشوفهم، طبعا عددنا تقريبا من 95 موظف، يعني عملنا بأيام الصعبة، أيام كورونا، أيام اللي السنوات اللي ما بيها راتب، طبعا تقريبا سنة ونص. وأبسط حق من حقوقنا اللي نطالبه هو أنه ينقلنا على دائرة الضمان الاجتماعي، يعني وزارة العمل. تعرضنا إلى ظلم واضح وغبن في حقوقنا، احنا بداية تنسيبنا وتعيينه على دائرة الضمان الاجتماعي قدمنا خدمات تقريبا 4 سنوات، احنا قدمنا خدمات بهاي الدائرة ولاحظنا أنه تغير في واردات الدائرة، زيادة أرباح الدائرة، قدمنا خدمة للمواطنين وبشهادة المواطنين أيضا في سرعة في إنجاز المعاملات وبسرعة في يعني تيسير أمور المراجعين. شكرا جنابكم والقناتكم الموقرة لحضوركم والتغطية، وأنتم سباقين بهذا الشيء معروفين، يعني تشهدكم البصرة بهذا الشيء. احنا حبينا نوصل مناشدتنا، احنا بعد التعيينات اللي صرنا، وشكرا طبعا للسيد السوداني اللي هو أتاح الفرصة للتعيينات، يعني قرار جريء صار له، شكرا طبعا لسعد العيداني معروف له مواقفه الطيبة. احنا داومنا 4 سنوات بهاي الدائرة، داومنا سنة مجانا وسنة ونص بدون تمويل، يعني 4 سنوات قضيناها بهاي الدائرة. فتفاجئنا انه بعدين صار تمويلنا باعتبار انه دائرة الضمان الاجتماعي تمويلها البغداد، كدائرة للبصرة ما لها حقوق هنا. تفاجئنا بعدين انه لازم صار تمويلنا عن طريق المحافظة تجي المبالغ المالية، لازم عن طريق دائرة معينة للبصرة. فحاليا ندوم بس براتب اسمي، فأي مخصص ما عندنا، يعني طبعا كلهم تشهد المراجع قبل الإدارة يشهدهم العمل. أنت مراجع يعني؟ نعم مراجع، أنا جاي راجع ضمن مراجعة الدائرة، وشفنا تحسن من ذاك الوقت، يعني صارت 4 سنوات تقريبا تحسن بالإداء العمل. أول شيء يعني التعيينات قليلة لهنا الشركة، شوف مشاريع مال البصرة كلش هواي، يعني صارت مشاريع البصرة بحث الشركات الأجنبية كلش هواي، بالإضافة إلى القطاع الخاص اللي شركات قطاع خاص هواي يعني مشاريع، فنرجو أن يساعدونهم بتعيينها وبتثبيتهم.